او ماي جاد شباب، شوفوا معي 75 بطاقه يا ستير، وعندي 7 جواهر وباقي 215 جوهرة بيض، اوكي، وباقي للحاضنه الجديده يا شباب 40 ثانيه. سو ليديز اند جنتلمان، مثل ما انتم شايفين كثير متحمس شباب، ولنشوف الحاضنه يا اساطير. اوكي قبل ما نبلش هذا المقطع يا اساطير، تعبان كثير حبايبنا، صرنا 4 ساعات على البث منه شوي، اوكي تعبان كلش. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتجات حبايبنا، الله يسعدكم، اوكي، و اطمنوا، اوكي حبايبنا، كثير متحمس تمام للحاضنه يا اساطير، يعني عن جد منتظرها على، يعني شو يعني 15 سنه يا شباب، 15 سنه بتنزل تحت معلم، بتحط اللايك ولبمت، اوكي حبيب والله. واهم شيء شباب لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، يعني ناس حبايبنا يا السلام عليك، ثانيتين ثانيه واحده خلينا نكتشف مع بعض، ليتس جو، اطمنوا، نطلع من هون نجي لهون، شو الحاضنه رح تنزل معلم. الام بي 5 شباب مثل ما توقعت يا اساطير حبايبنا الكرام، الان متحمس كثير شباب بدون مزح، بلش اول ضربه يا شباب، ليتس جو، ما راح نطول معلم، ما راح نطول يا اساطير، ما راح نطول. اول حجر اطمنوا ابلع، ثاني حجر اطمنوا ابلع، يلا اللي بعده معلم، يلا اللي بعده، بيض 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 ابلع. لا سوني شباب، سوني شباب، خلينا نهدي، خلينا نهدي. في هون شيء شباب، رح نعمل اكشنج لهذا هذا القناع، اوكي مشان ما ننسى، عندنا هون قناع معلم، اوكي يا اساطير. بدنا نحاول الشباب نحصل على الاثنين شباب، اللي هذا اللي فيه الدمج وال، ثواني شوي معلم، والله نسيت شو كان هذا يا زين، رح احاول العب العربي شباب، نسيت شو معدل الهديه والله. اوكي معلم دخلنا على بشر، خلينا نشوف انا معلم، دائما مرات بتخربط بين الدقه ولا هذا معلم. المهم حبايبنا هذه معلم اول شيء، هذا عندنا هذا شايف فيه معدل اثنين، يطلع معدل اطلاق النار والمدى، يعني سريع كثير يعني شباب، مع القطعه ام بي 5 بلوز معلم. الثاني شباب عندنا اثنين من الضرر، اوكي والدقه، طب فيه الدقه شباب، يعني الضرر معلم مع القطعه ممكن يصير يكون دمج اسطوري، والدقه مع هذا دقيق ودقه حلوه معلم، والسرعه مع القطعه معلم يا لطيف، اصلا ام بي 5 قبل القوي معلم وحبيب والله. اوكي بالنسبه لهذا شاف فيه ضرر واختراق درع، بيض بيض ما يعني ها ماشي الحال، بس ولكن هذا الاخضر شباب، هذا الاخضر شباب كثير مميز، فيه المدى تمام، فيه اثنين من المدى يا اساطير وواحد من المخزن الذخيره، يعني هذا ممكن ينفعنا من المسافات شوي الوسطى، يعني فهمت علي شباب حبيبي والله. اوكي شباب عندنا هون ابلع، شو هذا علق؟ اطمنوا، اول قناع، اول قناع يطلع لي مع اول حجر، يا سلام عليك، 50 بطاقة شباب، 50 بطاقة شباب، باقي لنا معلم، بدنا قناعين معلم، لا لا ثلاث اقنعة معلم، اوكي؟ يلا ثلاث اقنعة، ثالث قناع معلم، اطمنوا، شباب شو هي؟ شو هي شباب؟ شو هي هيك؟ شو هي هيك؟ شو هي هيك؟ هي معلم والله بلوز معلم، بلوز، بدنا قناعين معلم، الله يرضى عليك، قناعين معلم، يا اخي هي هي سرعت 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 سمانة هي معلم، هي الحركة هي. يلا قناعين معلم، ايه تمام، والله ما طلع القناعين شباب، والله الشباب شي باللوز، احجار، بدنا قناع، اي قناع، ان شاء الله قناع، قناع بحجر، يا ربي على حظ، شباب مستحيل، مستحيل انا يعني معلم، مستحيل شباب، مستحيل اليوم معلم، مستحيل مستحيل مستحيل، انا ماني مصدق، انا ماني مصدق شباب اللي عم يصير، باقي لي قناع واحد شباب، هذا هو القناع، يلا هذا هو جيبه، 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 والله ما طلع، ايه تمام، يلا اساطير باقينا قناع واحد يا شباب، باقينا قناع واحد يا اساطير، يا اخي صرعنا من هي الزمن، صرعنا اقسم بالله صرعتنا يا زلمه، صوني يا اساطير شباب الحلوين، خلينا نجي لهون، نشحن جواهر شباب، نشحن 2000 جوهر شباب، ماشي نشحن 2000 جوهر يا اساطير، الصراحة أنا متفاجئ من حظنا اليوم شباب، الصراحة اليوم حظي بهالحاضنة اشي اسطوري، شواني يا ستي بس والله، يعني معلم ليش احنا الجوال معلم، ايه تمام نعمل السحر، ايه تمام هي صار عملنا السحر شباب، قناع واحد شاب يعني، ونفرجيكم الشيء باللوز، يلا ابلع ان شاء الله، هذا معلم يلا هذا القناع، قناع قناع قناع، يا سلام عليك يا سلام عليك، يا اخي صرعني يا زلمه هذا الام بي 5، هذا الايفكت يا زلمه صرعت منه يا زلمه، مستفز حبيبي والله. اوكي شباب يعني كان معي ب 280 بطاقه، لا 75 بطاقه ولا 70 بطاقه ما بعرف، يعني اذا كل بطاقه شباب خلينا نحسب معلم، والله يعني يمكن شيء يعني كل بطاقه كم تعمل شباب، خلينا نعمل حسبنا شباب لنشوف، يعني شباب تقريبا شيء 6000 7000 جوهره شباب، ما هذا شحن شحناها معلم، اتس اوكي، وكان معي 7 احجار وصاروا 15، يعني جبنا تقريبا 8، يعني لا ايه هذا 7 ايه
سبع ايه من احجار ايه من احجار طمانه شيل لوز اللوز والله شباب اليوم لوز اللوز اوكي شباب ما راح اطول عليكم اكثر من هيك خلينا شباب نجيب هذا اول شيء اوكي نجربه نعمل تزويد وعليه مشي باللوز اوكي راح نجرب هذا الاقوى واحد اول شيء اساطير اوكي وبعدين بنجرب الثاني شاب اللي هو هذا اللي فيه الضرر اوكي اللي تزنجل تمام نجيبه كمان معلم اوكي وحبيب والله بالنسبه للثنين هذول الشباب يعني مثل ما قلت لكم هذا بس هيك راح نجرب هذول الاثنين الاقوى واحد فيهم اوكي حبايبنا سو يلا شباب ندخل على التدريب حط عليكم اكثر من هيك ندخل على التدريب حبيبي والله طبعا شباب لا تنسوا تتابعونا شباب على قناتنا الفيسبوك شباب كثير منكم ما بيعرف ان انا بعمل بث مباشره يوميا على الفيسبوك شباب بنوزع فيها كودات جواهر ولا اخره شباب يعني فعاليات مرات بس ولكن هذا الفتره شباب رحله الصعود لقناصر الشباب شغال يا معلم لا مو بالصعود احنا بالقبل من قناصر حبايبنا تمام صراحه شباب من كثر ما انا مبسوط عم بحكي بسرعه متحمس كثير يعني حبيبي والله ايه تمام واخيرا الحظ ابتسم لي معلم هذا الحاضنه واخيرا يبتسم الحظ لاليكو اوكي شباب ندخل على التدريب يلا ليتس جو ما راح نطور اكثر من هيك يا سلام ولك عاش ولك عاش ولك عاش الاساطير لك عاش لك عاش لك عاش يلا معلم اوكي شباب الحلوين هون معلم عندنا الام بي 5 اللي فيه السرعه شباب تمام طبعا شباب انا من فتره جربته بس كان يعني ما جربته راح نجرب هذول معلم راح نجرب اول شيء هذول معلم اللي بدون سرعه تمام راح نحاول نكمل نلعب يعني ونجرب بدون ولا سرعه يا اساتير اوكي بدون القطع يعني قصدي تمام هنجرب هيك بشكل سريع شباب بدون لا قطع ولا شيء اوكي يعني ايزي فريزي سكويزي حجي حبيبي والله هنجرب هيك معلم يلا ليتس جو هذا معلم اللي فيه اثنين بسرعه وفيه المدى الدقه ولا المدى ولا الدقه ولا المدى دقه ولا مدى والله ما اتذكر شباب بس المهم هلا بندخل نشوف بس ولكن كشكل شباب الصراحه شيء نار شكله هذا معلم بيخوف يا زلمه عن جد شيء فلوس وين الناس يا زلمه وين الناس ها تعالوا تعال تعال نجرب على اللوبي حبيبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي شوف والله 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 اوووو 96 الهيد لا معلم ها كلاخنز كلاخنز معلم ابو صلعة كلاخنز ابو صلعة معلم اجى علينا طبعا شباب ما انتوا شايف هذا ما فيه قطعة بدون قطعة شباب بدون قطعة وطي شوي صوت اللعب معلم اوكي ما فيه قطعة شباب ابدا ابدا هذا بدون قطعة يا زلمة يا زلمة يا زلمة اتفقنا يا معلم اوكي هذا المعلم ك يعني اول نظرة بدون قطعة شباب يعني very cool تمام خلينا نحط القطعة على شباب نحط نشتري اثنين ابو قطعة ونشوف الوضع شباب اوكي حبيبي والله تعال هون اوكي هذا كان 96 معلم كان يضرب الهيد 120 126 شباب مع القطعة تقريبا هات نشوف جرب معلم معلم يعني والله الشباب شيء فظيع اقسم بالله حتى السرعة معلم نفس الشيء 72 وال 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 يا اخي ما يطول معك العدو معلم عشرات معلم والله معلم اتس اوكي هذا يضرب معلم عشرات يعني هيك مسافة قريبة 17 عشرات 20 في الاخر عم يتيم معي حبيبي ابلع هات اعطيك قلب معلم اي لاف يو سو ماتش رح تطلع معنا على الفيديو اليوم ان شاء الله حبيبي انت والصلعة الحبيب والله خلينا نرقص معلم 96 اوكي جايز 12 هذا بالنسبة للشاب اللي فيه يعني هذا بالنسبة للشاب يعني للتوب يعني فهمت علي كيف هذا بالنسبة لهذا يا اساطير تمام اللي فيه استنى شوي اللي فيه المدى المدى سوري المدى 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 مو الدقة هذاك اللي فيه الدقة شباب الثاني هذا هذا من السرعة والمدى لو سرعة تحميل يعني مش كثير مهم شوي على التحميل يعني معلم مثل ما انتم شايفين بنعبي ايزي فريزي لا يا شباب رح نجرب هذا الضرر شاب هذا شاب اللي كمان يعني لا هذا كمان يعني اللي كمان يعني رح اشوفها بعد رح اشوفها بعد طبعا شباب هذا فيه هذا في عندنا هذا الضرر والمدى تمام معلم ضرر هذا اللي الام بي 5 الحبيب والله فيه المدى هذا فيه الدقه والله يشبه له شباب لا والله هذا فيه سرعه تحميل ناقص والمدى فيه بس هذا فيه الدقه والضرر بس ولكن فيه مخزن خفيف بس اوكي يلا خلينا ندخل شباب نجرب الاساطير نشوف الاوضاع هذا شباب بالنسبه لهذا حبايبنا ونشوف شو وضعه هذا الازرق ان شاء الله يكون باللوز اللوز اوكي هات لنشوف معلم ايه تمام هذا بالنسبه للشباب الثاني تمام خلينا يعني نجرب هون بالساحه هون كيف ضرر معلم
هيد شوت 143 هذا كان كم كان يجيب 126 ايوه هذا كان يجيب 15 كان يجيب 15 بس والله يعني ما زالك يعني شباب يعني عن جد يعني ما زالك يعني سريع كمان يعني مو هالشيء يعني يعني البطيء يعني ام بي 5 شاب يعني نفسه يعني سريع والله شاب انا شايف هذا ام بي 5 شاب راح يلني راح يقضي كل اسلحه الام جي راح يكون اقوى اسلحه اس ام جي بالنسبه لي الصراحه يعني مثل ما انتم شايفين حبايبنا يعني راح يقضي على اليو ام بي كمان شباب قبل كان الام بي 5 ام بي 40 صراحه عدد الام بي 5 جديده شباب راح تقضي على كل اس ام جي اوكي انا جاب هذا طبعا هذا حبايبنا ما فيه قطعه اوكي ولا بوش اوكي وال وال والتمانو والله شيء حلو هذا كمان شباب هذا فيه دمج عشرينات شباب دمجوا عشرينات يعني 20 وفوق معليه حبيبي والله اضرب عليه شو هذا مين قتلني يا سنفور جابني هيتشوت عشوائي معلم اوكي هيتشوت اكثر هذا بيجيب يعني ضرره اكثر شباب بين انه الضرر تبعه اكثر الصراحه يعني شباب بطيء هذا بدون قطعه ما فيه سرعه فهمت بس ولكن بطيء بس ولكن فيه دمج حلو خلينا نجرب هذا الشباب اللي فيه قطعه نشوف شو وضعه معنا قبل قطعه نشوف اكيد يعني السرعه راح تكون مع الدمج يا لطيف راح يكون شيء واو معنا هذا ندخل ايه تمام هات نشوف معلم يا لطيف هذا كمان اقسم بالله شوف الطلقات شوف الطلقات معلم شوف عم تحسب عم تضرب على الجسم 17 والله شوف اللوز حبيبي اسف شايفين كيف معي شباب؟ شايفين كيف؟ مين هذا؟ حلوبي 17 والله شيء باللوز معلم يا زلمة بربر 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 حبيبي والله صوني يا ساتير هذا والبربر ابلع والله يعني شباب الصراحة اجيكم الصراحة شباب يعني اجيكم من الاخر اجيكم من الاخر انا ما انا اتخلعت من الحاضنة يا معلم فهمت علي كيف اوكي يا شباب يعني خلينا نرجع نشوف شباب هذا الشباب فيه معدل اطلاق النار 2 تمام والمدى يعني الصراحة شباب يعني الاثنين اسطوريين شباب الاثنين اسطوريين شباب انا الشيء بالنسبة لي واللي شايفه شباب يعني الاثنين لوز سو ليديز اند جنتلمان بدي اياكم تكتبوا لنا بالتعليقات شباب بما شو شفتوا يعني شباب شو تنصحون يعني شو بالنسبه لكم يعني شباب اثنين شباب كثير حلوين هذا فيه سرعه يعني سرعه ومدى يعني ممكن يفيدنا اكثر شباب من المسافات المتوسطه مع السرعه تبعته يعني مع القطع والسرعه معلم بيصير نار يعني الحمض البركانيه معلم نار اوكي ليديز اند جنتلمان سو حبايبنا الكرام ان شاء الله عجبكم المقطع لليوم يا اساطير اعطونا رايكم ياب بالتعليقات بهذه الحاضنة يا حبايبنا اوكي نشوفكم على خير لا تنسوا شباب تشتركوا بقناتنا الثانية شباب صار لي زمان قايل لكم يا شباب عم ننزل لكم مقاطع اسطورية جلد طلع منكم عم بطلب طلقات جلد شباب جلد وكل شيء منوع معلم روحوا شوفوا المقطع يا اساطير قناتنا الثانية يا حبايبنا نشوفكم على خير يا اساطير تمام يومكم سعيد سلام عليكم باي باي